السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة كورسات أونلاين، دايما معكم أحمد علي من القناة. لو لسه المرة بتشوف الفيديوهات عندي في القناة، فأتمنى اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. وعشان تتابع الفيديوهات السابقة الخاصة بالورد، فادخل على قائمة التشغيل وادخل على كورس شرح الورد من البداية حتى الاحتراف، هتلاقي فيديوهات متنوعة في الشرح، وحتى برضو التحميل الأوفيس في فيديوين، واحد خاص بالأفراد العاديين والتاني خاص بالطلبة الجامعيين مجانا من عن طريق البريد الجامعي. وده طبعا البروتوكول المعمول ما بين شركة أوفيس ووزارة التعليم العالي وأيضا وزارة التربية والتعليم. طيب، خلال ما انت بتشوف الفيديوهات، فانت اعمل ملء الشاشة وعلي الجودة كده على حاجة بسيطة عشان تبدأ تشوف الايقونات اللي احنا بنضغط عليها، تمام؟ فما تكونش عامل فيديو صغير ومش واخد بالك من الايقونات اللي احنا بنضغط عليها. طبعا احنا كنا شرحنا التنسيقات عموما على الخط، يعني كنا عملنا حلقة اسمها عمل التنسيقات على الكتابة كورس شرح الورد حلقة 5، تمام؟ فاحنا حاليا الحلقة في ديت هي جزء من الحلقة اللي فاتت، بس يعني حاجات بسيطة عشان الناس اللي بتكون بتدور على حاجة سريعة، فمش عايز ياخد وقت في الموضوع، يعني هو بيدور على معلومة معينة، فإحنا بإذن الله بنوفر له المعلومة ديت في فيديو بسيط يقدر يستفيد منه بدون ما يتفرج على كل الحاجات. هو بيدور على حاجة معلومة معينة، فهنضغط على كليك يمين ونقول له نيو ونفتح ملف جديد، تمام؟ في هنكتب بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ وهنبدأ طبعا زي ما انتم عارفين بنخلي الكلام في النص، تمام؟ ونخليه بولد، عارفين احنا البولد بيتعمل ازاي وبنكبر الخط منين زي ما انتم عارفين في الفيديوهات اللي فاتت. طيب، في الفيديو ده هنتعلم ازاي نغير الفونت بتاع الكتابة، تمام؟ بنغير الفونت بتاع الكتابة، فبنحدد على الجزء اللي احنا عايزين نغير الكتابة بتاعته. لو انت عايز تغير الفونت الخاص به الصفحة كلها، بتعمل كنترول ايه بتظلل كل الجزء. لو انت عايز تغير بس الجزء ده، فبرضو بتحدد على الجزء ده لوحده، وبتيجي هنا على حاجة كده جنب الارقام، بتضغط على السهم ده بيديك كل الفونتات اللي عندك. لو جينا كده اهوت فونت تاني خالص، فونتات معينة اطلاقا، ملاش اي علاقة خالص، يعني زي ما انتوا شايفين ده الخط الانسب لكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، حتى في ناس كتير او في المصحف عموما بيكون بهذا الخط، تمام؟ كده احنا بنغير تنسيقات الخط اهوت زي ما انتوا شايفين، تمام؟ يعني في حاجة فيديو بسيط وتتعلم منه ان شاء الله، وبإذن الله يعني احاول اوفر لكم الفونتات ديت عشان تستفيدوا منها، عشان تكتبوا بيها. لو في ناس بتستخدم فوتوشوب والحاجات ديت مبدئيا، يعني وانا طالما بستخدم البريمير والفوتوشوب والحاجات ديت زي ما افتر افكت زي ما انتوا شايفين، فكده كده منزل خطوط الفونتات دي عندي، يعني الفونتات دي مش هتلاقيها عند معظم الناس، تمام؟ يعني انت ممكن تلاقي عندك بكتير فونتات بسيطه. في نهايه الفيديو طبعا اتمنى اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، واي استفسار طبعا في الكومنتات اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.